من اخترع الرياضيات؟ تطورت الرياضيات ببطء على مدار آلاف السنين من قبل العديد من العلماء، ولا يمكن إرجاع بداياتها إلى وقت محدد على وجه الدقة. ويشار إلى أن العديد من الاكتشافات الرياضية كالجمع والضرب ظهرت نتاجا للضرورة، وقد وجدت هذه الاكتشافات أولا في الصين والهند وبلاد ما بين النهرين وأمريكا ومصر. وقد كان السومريون أول من طور نظام العد، ثم وصل نظامهم إلى البابليين قبل ما يقارب 300 عام قبل الميلاد. وبعد 600 عام طورت حضارة المايا في أمريكا أنظمة التقويم والفلك، وطوروا أيضا مفهوم الصفر. من جانب آخر، استخدمت بلاد ما بين النهرين الألواح الطينية القديمة للرياضيات قبل ما يزيد عن 4000 سنة، كما وجدت أقدم النصوص الرياضية على أوراق البردي المصرية. يمكن إرجاع الرياضيات الأكثر حداثة قليلا إلى اليونان القديمة، أي منذ 2500 عام تقريبا، ومن أعلامها عالم الرياضيات الشهير فيثاغورس، الذي خرج بنظرية فيثاغورس المتعلقة بأطوال أضلاع المثلث قائم الزاوية. ويتفق غالبية الخبراء أن الرياضيات أصبح علما منظما في اليونان القديم، ومنها بدأت الاكتشافات الرياضية المختلفة. ومع تطور الحضارات، بدأ علماء الرياضيات بالعمل مع النظريات الهندسية المتخصصة في حساب الحجوم والزوايا وغيرها. وترافقت الهندسة مع الجبر الذي اخترعه عالم الرياضيات الفارسي محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع. ورغم وجود وثائق رياضية مصرية تاريخية قليلة، إلا أنها تؤكد أن الرياضيات المصرية كانت أساسية وعميقة عموما. أما الوثائق التي تعود إلى بلاد ما بين النهرين فعددها كبير مقارنة بعدد الوثائق المصرية، وتدل على امتلاكهم لمعرفة عميقة بالرياضيات. أما في اليونان فلم يتم حفظ أي وثائق رياضية قبل استلام الألكسندر الأكبر للحكم، فيما عدا بعض الصياغات الرياضية غير المكتملة.